بكره نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك، ايه الرساله اللي انت حابب توجهها لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه بكره؟ انتوا رجاله وقد اي حاجه، وان شاء الله تقعدوا بالمكسب ان شاء الله وبالكاس ان شاء الله. بنشجع الاهلي وبنحب الاهلي، وبنقول اي حد من الاهلي يغيب اللي موجود بيسد الاهلي بمن حضر، ولاعيبه الاهلي كلها نجوم. ربنا يوفقهم وباذن الله نكسب ويقدموا ماتش كويس ويسعدوا الجمهور، والتوفيق من عند ربنا بقى للعيبه. توقعات باذن الله الاهلي يكسب. يعني لازم يكونوا اقوياء ويبقى في ضغط مستمر عشان نفوز على الزمالك. والله حابب يشدوا حلوهم عشان يفرحوا جمهورهم ويفرحوا الناس كلها، الناس كلها بتفرح لما بالاهلي بيكسب. انا حابب اوجه لعيبه الاهلي يرجعوا لنا بالكاس بكره.